وللحديث أكثر حول أسواق العملات ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد، شكرا لانضمامك إلينا. الدولار الأمريكي وبالرغم من تراجع شهية المخاطرة بشكل حاد يوم أمس والتراجعات القوية في أسواق الأسهم، إلا أن ارتفاعات الدولار الأمريكي كانت خجولة باستثناء مكاسبه أمام الجنيه الاسترليني، لماذا برأيك؟ يعني بلا شك يعني الحزمة التحفيزية التي تم إطلاقها من شأنها بشكل كبير إضعاف قيمة الدولار الأمريكي بطريقة غير مباشرة، لأنه نحن عم نتحدث على أنه حزم تحفيزية تبيل بأغلبها إلى مدفوعات مباشرة وإلى يعني إعانات للبطالة وللفاكسين بأرقام كبيرة. هذا بحد ذاته يعني سبب الضعف مباشر في الدولار الأمريكي. أعتقد أنه سبب الضمني أنها ليست كافية، خصوصا أن البلديات والإدارات المحلية لم تتلقى أي جزء من هذه الـ 892 مليار دولار أمريكي التي تم ضخها كحزمة، وأعتقد ذلك يعني ليس من طلبات أو يعني ما يعجب الديمقراطيين الذين يقبلون إلى استلام سدة الرئاسة بشكل يعني رسمي مع مطلع الشهر القادم. أعتقد هذا سيولد الإمكانية أن يكون هناك مزيد من الحديث عن حزم تحفيزية والأسواق متنبهة لهذا الأمر. نقطة إضافية أخرى وهي يعني دخولنا في موسم الأعياد والعطل نهاية العام، وهذا من شأنه أيضا أن يسبب نقص في أحجام التداول والفوليومز ويوجه أكثر نحو تقلبات أكثر حدة في الأسواق. بالتالي الدولار الأمريكي كان قد ارتفع بشكل واضح في الآونة الأخيرة، يستقر لا ينخفض بشكل كبير. الآن أعتقد التقلبات هي التي تفرض يعني نفسها على أداء الدولار الأمريكي، ولكن بشكل عام الدولار الأمريكي متراجع وبمستويات متدنية. الجنيه الاسترليني إذا تحدثنا فالجنيه الاسترليني هو الذي ينخفض أمام الدولار الأمريكي بنتيجة اقترابنا أكثر وأكثر من نهاية مهلة الخروج باتفاق من الاتحاد الأوروبي، وإلا لسوف يكون هناك خروج دون اتفاق ومن ثم مفاوضات على اتفاقات أخرى بعد. ولكن رائد بالحديث عن الجنيه الاسترليني يعني وذكرت أنه تقلبات مع شح السيولة، أعتقد بأنه الجنيه الاسترليني قد يكون هو صاحب الحصة الأكبر من التذبذبات الحادة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما حصل في جلسة البارحة، التذبذب الحاد والسبايك لعودة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى الدولار 34 من مستوى الدولار 32. هل تعتقد بأنه التقلبات ستبقى تتسيد تداولات الجنيه الاسترليني أمام معظم العملات من الآن وحتى نهاية السنة؟ على الأقل الجنيه الاسترليني سيكون سيد الموقف كما ذكرت ناصر. فعلا أحداث مهمة جدا مصيرية بشكل كبير للمملكة المتحدة تتعلق بفترة تمتاز بنقص أحجام التداول والتقلبات الحادة التي تفرضها هذه الأحجام التداول المنخفضة. بالتالي من المتوقع بشكل كبير أن يكون هناك تذبذب واسع نطاق 250 نقطة يتحركها الجنيه الاسترليني مع مطلع تعاملات أو بفجوة، يعني خلينا نقول بانخفاض في الثلاث ساعات الأولى من مطلع تعاملات هذا الأسبوع، ومن ثم يعود مجددا إلى تصحيح جزء كبير منها. إذن يعني هذه هي البداية على ما أعتقد فيما يتعلق بسيناريو التذبذبات واسعة النطاق، وقد نوسع المقياس إلى حوالي 400 إلى 500 نقطة من التذبذب في الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، ومع اقترابنا أكثر. وخصوصا يعني التصريحات لا تبشر أنه هناك اتفاق، ولا تبشر أيضا بأنه يعني لا يوجد اتفاق أبدا. بالتالي حتى اللحظات الأخيرة نحن مضغوطين بتداولات الجنيه الاسترليني، معرضين لتذبذبات وتقلبات واسعة النطاق. بالتالي النصيحة الأبرز للمتداولين هي أخذ الحيطة والحذر، ويكون منطقيا وواقعيا في تحديد مستوياته المستهدفة إجمالا، وأن تكون تداولات أكثر قصرا يعني وقصيرة الأجل بشكل أكبر. لا يمكن اتخاذ أي مراكز لمدى متوسط إلى مدى طويل، أغلبها هي intraday trading عم بتكون عنا على الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي على وجه التحديد. شكرا جزيلا لك من دبي رائد الخطر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.
Thank you.